بعد الضربات التي تلقتها إيران والأذرع المسلحة الموالية في اليمن والعراق ولبنان، وأخيراً اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في ضواحي العاصمة الإيرانية طهران، أصدر المرشد الإيراني خامنئي أوامره بقصف إسرائيل رداً على اغتيال ضيفها. ولكن السؤال، كيف سيكون الرد الإيراني؟ هل سيكون محدوداً كما حصل بعد قصف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق؟ أم أنه سيكون رداً شاملاً يستهدف كامل إسرائيل عبر إطلاق مئات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة انطلاقاً من إيران والعراق، الحشد الشعبي وسوريا ولبنان، حزب الله، وكذلك من اليمن الحوثيون؟ وتستهدف هذه الضربة البنى التحتية والمطارات والمناطق والقواعد العسكرية والمفاعلات النووية؟ ولكن احتمال تنفيذ هذا الرد الشامل ضعيف جداً نظراً للتداعيات التي قد تؤدي بالمنطقة إلى حرب شاملة، وهذا ما لا يرغب فيه كل من إيران وإسرائيل. ولكن الاحتمال الأكبر هو توجيه ضربة محدودة بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، وقد تكون ضد ميناء حيفا رداً على ضربة بيروت وتكون مكافئة لها، وضربة أخرى ضد مطار بن غوريون بتل أبيب رداً على ضربة طهران. وهكذا تحقق إيران تهديدها بضرب إسرائيل دون الدخول في حرب شاملة، وقد ترد إسرائيل بضربة خجولة ضد إحدى القواعد العسكرية الإيرانية، ويستمر مسلسل الاغتيالات والضربات المحدودة المقابلة.